أخذت أنزل معه وأنا أعد عتبات ذلك السجن إلى أن بلغت قعرها فأتممتها 40. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أسفي عليك يا مولاي. قل نزلت إلى تلك الطامورة شلت إيدي أريد أشوف، وإذا بي لا أرى إلا سوادا حالك، ظلام معتم، طامورة لا يعرف فيها الليل من شعاع الشمس لا يصلها. أصابني ذعر وخوف، أخذت أتلفت يمين شمال، وين الإمام وين الإمام؟ بين أنا كذلك وإذا بي أسمع خشخشة الحديد والسلاسل تتحرك. ساجد بأبي وأمي، رفع راسه أطل علي بأنوار وجهه البهي، فتل من صلاة رمقني بطرف مسيب. انت جايبك هالمكان هنا؟ انكببت على قدمي اقبلهما سيدي، لقد ضاقت قلوب شيعتك يسألونك متى الفرج. يقول المسيب رمقني الإمام بعينه، قال أبلغ شيعتي. يلا عاد روح اليوم أمباك توقف شوية عند الشباك الطاهر واسجب لك عبره وأوه عليه، قول آه 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 عليك يا سيدي، أسفي عليك يا مولاي. قل لهم إن الفرج قريب قريب قريب. متى الفرج؟ قال بعد 3 أيام، يعني يوم الجمعة. أين اليوم؟ على جسر الرصافة ببغداد. يقول مسيب خرجت من ذلك السجن وإذا برجلاي تطيران بي في الهواء من شدة الفرح. جاء يطرق بيوتات الشيعة بيتا بيتا. يلا عاد ريد حفاوة استقبال يليق بحال الإمام. التفت إليه الشيعة، يا مسيب لقد نعمت عينك بالنظر إلى وجه إمامنا، فصف لنا أحوال. ويش أقول؟ سلاسل أغلال على يدي وعلى رقبتي، قلهم أشوف مشتغل دوم بسجوده ويبتهل للمعبود ويعفر خدوده. وين وين عليه؟ ملازم صلاة الليل وبرجله قيوده، بهالحال يقضي الليل ونهار يصومه. وويلو ويلو، قال ودنش داعا فرجنا يمتهيكو سالم نشوفه لو يروح بسجن هارو. قال لمسيب شيعتك عناك ينشدو، والكل على الخدين دمعة سجومة. قال الوعد فوق الجسر خلهم يجوني، يوم الوعد كلهم طبق ويواجهوني، جملة يجوني والمقر يشيعوني، ملزوما اطلع من الطامور المشوم. أهل العزاء حتى دس إليه السندي بن شاهك سما نقيعا في رطب. وش سوى هالسم هذا في كبد الإمام؟ مرد قطع أحشاء، أخذ يتقيأ دم من فمه الشمس. اختناق اختناق، نيران تشتعل في جوفه. وش هالسم هذا سريع الفعالية الذي نفذ إلى جميع مفاصل بدني الشريف؟ نحول بدنه ضعفت قواياه،
غارت عيناه ذبلت شفتاه رمى بنفسي في قعر تلك الطامورة يتقلب ينادي أموت غريبا وأنا ابن رسول الله. سفي عليك يا مولاي لهفي عليك يا سيدي. أهل العزايا يريد منفس منفس يشم شيء من الهواء ما فيها إلا فتحة صغيرة أعلى عتبات ذلك السجن يصعد بأبي وأمي أسفل الباب ينحني ليشم شيء من الهواء يتلقاه السندي بالصوت على وجهه يواسي من؟ من؟ اثنين عندك معصومين اثنين اللي تموجهم لطيم وجهه كما لطيم وجه جدتي فاطمة. مصايب أهوال إش مدريك ما الذي حل عليه في قعر تلك الطامورة من بلايا لم تصلنا إلى أن دنا أجله وحان حينه مدد رجليه أسبل يديه غمض عينه ثم عرق جبينه سكن أنينه وفاصرخ عليه رحم الله يا من نادى وإمام. هنا المصيبة هنا المصيبة. تحير الأعداء في أمر الإمام نزلوا إلى قعر ذلك السجن أرادوا استخراج الجنازة وأربعة حمالين كيف يرفعونها من على عتبات السجن. تحيروا في أمرهم ماذا صنعوا. اسمح لي يا حبيبي معذرة منك يا صاحب الزمادة. جاءوا بالحباية فربطوا رجلي الإماء يا ثم أخذوا يسحبونه سحبا على عتبات ذلك السجن حتى تكسرت أضلاعه وسالت الدماء يا من بدو مداد لبسوا ثياب العيد كل يهني الآخر أيامك عليك سعيد. عيون الشيعة قلوب الشيعة مشرئبة نحو باب ذلك السجن. أهل العزاء ما هي إلا ساعة انفتح الباب وإذا بالمصيبة العظمى جنازة يحملها أربعة من الحمالين والمنادي ينادي ألا من أراد أن يتفرق. واذو الله واذو الله طرحوا الجنازة على مفترق طرق الذاهب والآتي يركل الإمام برجله ويرفس نعشه ويا خلق شفته جنازة بالحديد بقي على حمام الأربعة تبكي لحالتها العد أول سليمان صارخ من سمع ذاك الند قال خبروني ايش صاير ضاق بيرح بالفضل قال واللي على الجسر صوبين كلهم ينظروا هم جنازة حجاز وهم علي يتفرجوا قال جيبوها بعجل لي ترد زلزل الكو هذا من بيت النبو والبيدهم حكم القضاء جهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا ورده بعشرين ألف جسم ابن جعفر كفن يلا صاح لمحشم يا شيعة
عيمامكم قوم احمد العت الشيعة بضجل السرير رضا. أبياتك أبياتك ما حلا مشية الشيعة من ورا نعش الإن كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلى والنساء تلطم صدرها والزلم تلطم لها على إمام ميتين بالسجن وما حد غمض. سؤال سؤال عن غريب الغا لازم يروح لازم يعرج ما يعرف ما يعرف يخلي يقول عن غريب الغادرية وين غابت شيعتي ريت حذره قبل ما تدوس العوام يقول نكسر روس يا أهل الحماسة ترى عزنا حسين فوق الرموح راسه بعد ابن جعفر باب الله والسبب الموصول بالله غوث المستغيثين. يا الله ارفعوا أكفكم اقسموا عليه بجاه باب الحوائج ألا يرد أكفنا هذا اليوم إلا بقضاء حوائجنا شفاء مرضانا فك أسرانا والأخذ لنا بحقنا ممن ظلمنا. إلهي فك قيد أحبتنا أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين اللهم احفظهم فردا فردا إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان بالخصوص إلى شهدائنا الأبرار لا تنسوهم هذا اليوم بالمغفرة والرحمة نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.